بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض بإذن الله كورس RHSA. RHSA بينقسم لـ 2 levels، أول حاجة Administration 1 و Administration 2. هناخد مع بعض بإذن الله Administration 1. RHSA هي اختصار Red Hat System Administration. معنى كده ان الكورس بتاعنا خاص بالجزء بتاع السيستم ادمنستريتورز او التاسكس الخاصه بالسيستم ادمنستريتور، يعني المفروض ان السيستم ادمنستريتور يكون اوير بكل حاجه بتخص الاوبريتنج سيستم اللي موجود على الماشين اللي بيتعامل معاها. الماشين اللي احنا بنتعامل معاها بتتكون من جزئين اساسيين، اللي هو الجزء الهاردوير والجزء السوفتوير. الجزء الهارد اللي هي الكومبوننتس بتاعتنا اللي احنا عارفينها، الحاجات الفيزيكالية زي الرام زي البروسيسور زي الهارد ديسك، كل الحاجات دي احنا محتاجين نعمل لها مانجمنت. المانجمنت بيكون من خلال اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل بيتحط على الماشين اللي هتعامل معاها. ممكن يكون نظام التشغيل ده عبارة عن ويندوز، زي ما تعاملنا كلنا مع الويندوز من أول النسخة بتاعة الاكس بي لحد التان والإليفن اللي احنا بنتعامل معاها حاليا. أو ممكن يكون نظام التشغيل ده عبارة عن ماك، أو ممكن يكون لينكس، وهو ده التارجت بتاعنا أو هو ده الموضوع بتاعنا. اللينكس ناس كتيرة جدا ما عندهاش اي نوليدج او باك جراوند عن لينكس، لكن بدخولنا مجال السايبر سيكيورتي لازم يكون عندنا معلومات وعندنا تعامل بشكل مباشر مع لينكس، ونعرف يعني ايه لينكس وايه هي التوزيعات المختلفة منها ونفهم كل ده. In general لينكس هو عبارة عن open source code. يعني ايه open source code؟ يعني عبارة عن كود متاح على الانترنت لكل الناس، اي حد بيفهم في الاوبريتنج سيستم او في نظم التشغيل يقدر ياخد الكود ده ويعمل عليه ابديتس او موديفيكيشنز، بحيث ان هو يبقى ليه الديستريبيوشن او التوزيعه الخاصه بيه، يبقى ليه الاوبريتنج سيستم بتاعه الخاص بيه. الاوبريتنج سيستم هنا اللي انت هتعمله هيبقى بتاعك انت، ملكك انت، لكن السورس كود اساسا هو متاح لكل الناس، افيلابل من غير اي فيس، من غير اي فلوس بيدفعوها. طبعا احنا هنتعامل مع التوزيعة الخاصة بشركة ريد هات، وهنعرف دي ريد هات، لكن انا قصدت ان يبقى في جنرال ايديا في البداية عن اللينكس. طيب احنا قبل كده اتعاملنا مع الشبكات CCNA، وعرفنا ازاي بنطبق الجزء البراكتيكال للشبكات، وده كان من خلال سيميوليشن. طيب احنا النهاردة عايزين نعرف كل حاجة عن الاوبريتنج سيستم اللي هو لينكس، ازاي هنتعامل معاها، ازاي هنعمل انستليشن للاوبريتنج سيستم ده على الماشين بتاعتنا. فعلا هنعمل كل ده، ممكن نعمله بطريقتين. طريقة ريال بحيث انه الماشين بتاعت حضرتك او جهاز الكمبيوتر اللي انت بتتعامل معاه تقدر تعمل انستليشن للاوبريتنج سيستم ده بشكل مباشر، لكن ممكن يكون طبعا الاجهزة بتاعتنا شغالة بشكل ما عليها operating systems معينة، فاحنا هنشتغل من خلال virtual machine. يعني ايه كلمة virtual machine؟ كلمة virtual قلنا ان هي كبيسك عكس او الopposite بتاع الفيزيكال. الفيزيكال يعني الشيء الواقعي اللي موجود على ارض الواقع وانا بقدر المسه. طب ايه هو الفيرتشوال؟ الفيرتشوال الحاجة اللي انا بقدر اعمل لها كرييشن عن طريق الاوبريتنج سيستم، وهي بتبقى سيميلر تو الحاجة الفيزيكال، لكن مش موجودة في الواقع، هي حاجة افتراضية لان انا بقدر اخلقها او انشئها من خلال الاوبريتنج سيستم. فانا الاوبريتنج سيستم بتاعي هنا هستخدمه عشان اعمل كرييت لفي ام مايا فيرتشوال ماشين. طب مين هو الاوبريتنج سيستم او مين هو البروجرام اللي انا عن طريقه هقدر اخلق الماشين بتاعتي او الفيرتشوال ماشين؟ الفيرتشوال ماشين بتاعتي انا هقدر اعمل لها كرييت من خلال برنامج اسمه في ام وير. يبقى الفي ام وير هو عبارة عن البرنامج اللي انا هعمل له داونلود. ليه هعمل له داونلود؟ عشان عن طريقه اقدر يبقى عندي ماشين افتراضية، عن طريقها اقدر اعمل انستوليشن للريد هات انتربرايز لينكس. طب احنا هنتعامل مع اي فيرجن؟ احنا هنتعامل مع 7 او 8، ايا كان مفيش فروق جوهرية بينهم،
لكن لازم تبقى متأكد ان النسخة بتاعت الـ VMware بتسبورت 7 او 8. طيب احنا هننزل اي نسخة، هنعمل داونلود للـ VMware 15 او الفيرجنز المختلفة من اول 15 لحد 16، هما اللي بيعملوا سبورت دي ريد هات انتربرايز لينكس 8 او 7. طيب انا دلوقتي خلاص عملت داونلود على الجهاز بتاعي للبرنامج اللي اسمه VMware، المطلوب بعد كده مني هعمل ايه؟ المطلوب بعد كده مني ان انا هعمل كرييت لVM، هعمل كرييت لجهاز عشان ابدا بعد كده الستيب رقم 2 ان انا اعمل انستوليشن ل اللي هو اوبريتنج سيستم الخاص بريد هات، ريد هات لينكس 8. يبقى هو ده التارجت اللي انا محتاجاه. تمام. طيب في البداية احنا دلوقتي هنتعامل مع اللي هو الـ VMware بتاعنا، اللي هو البروجرام اللي انا محتاجة انزله عندي على الجهاز. هنا هنبدأ نتعامل مع البرنامج بتاعنا، بيقول لك Welcome to VMware الWorkstation 15 Player، ده الفيرجن بتاعه. عايزين دلوقتي بقى نتعلم ازاي نعمل VMware او نكريت نيو فيرتشوال ماشين. هنروح نضغط على كريت ا نيو فيرتشوال ماشين. بعد كده بيقول لك هنا ايه، بيقول لك دلوقتي الاوبريتنج سيستم اللي انت عايز تحطه او تعمله انستليشن على الفيرتشوال ماشين هتحطه دلوقتي ولا بعد كده، فهقول له لا ان انا هعمل ده later بعدين. تمام. طيب هو الاوبريتنج سيستم اللي احنا عايزين نتعامل معاه هو ويندوز ولا لينكس ولا حاجة تانية؟ هنقول له لا احنا محتاجين اللينكس، وهنا هيبقى عندي فيرجنز كتيرة جدا من اللينكس، فيرجنز كتيرة جدا من اللينكس، في عندي من اول ريد هات وفي سوز وفي اوبونتو وفي اوراكل وعندنا فيدرا اللي هو برضو تبع شركة ريد هات، فيدورا قصدي اللي هو تبع شركة ريد هات. احنا هنختار ان احنا نتعامل مع ريد هات انتربرايز لينكس 8. تمام. يبقى ده اللي احنا هنختاره. بعد كده هنعمل نكست، بيقول لنا ان الفي ام بتاعتنا هيبقى اسمها ايه. هنقول مثلا ان انا هسميها وليكن ريد 1 او ريد 12. طيب الـ VM دي انت هتحطها فين؟ اللوكيشن بتاعها نختار مكان يبقى عندنا فيه يعني مساحة تسمح، لانه هياخد كتير من المساحة، فانا مثلا هحطها هنا كده على البارتيشن دي، وهروح اقول make new folder وهكتب كده مثلا red hat 12. تمام. وهقول كده هو ده red hat 12. اوكي. بعد كده هعمل next. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هنا الهارد ديسك بتاعي او الديسك بتاعي هيبقى السايز بتاعه قد ايه. السلكشنز دي او التشويسز دي انت بتختارها بناء على الكاباليتيز بتاعه الجهاز بتاعك. يعني انا مثلا ممكن اختارها 20، حد تاني يختارها 40، مثلا هختارها 20 جيجا. بيقول بعد كده ستور فيرتشوال ديسك از ا سنجل فايل او انتو مالتيبل فايلز، ممكن تختار سنجل فايل او مالتيبل فايلز، بس خلينا في المالتيبل فايلز. تمام. بعد كده خلاص بيقول لي ان هو حدد اللوكيشن وعمل لي الهارد ديسك والميموري، وكمان بيقول لي ان النتورك ادابتر هنا نت. يعني ايه كلمه نتورك ادابتر نت؟ احنا كنا خدنا النت في الكورس الخاص ب CCNA Network Address Translation. تمام. وده هيبقى شابتر منفصل عندنا داخل الكورس بتاعنا، فلما تيجي تعمل create او تحط choices دي لازم يبقى network adapter net. الميموري والهارد ديسك السايزز بتاعتهم بتبقى based على الامكانية بتاعت الجهاز اللي حضرتك بتتعامل من خلال. finish. يبقى انا خلاص بقى عندي فعلا VM بالاسم اللي انا كريته بيه اللي هو red 12. تمام.
انا دلوقتي ممكن اعمل باور اون للجهاز من خلال بلاي فيرتشوال ماشين، لكن في حاجات لسه في السيتنج انا محتاجه اعدلها، فهعمل اديت. اديت هنا هتفتح لنا الاوبشنز اللي انا محتاجه اعدل فيها. فبيقول لي ان الميموري 2 جيجا، ان البروسيسورز هو بروسيسور واحد، الهارد ديسك السايز بتاعه 20 جيجا، بيقول لي ان النتورك ادابتر نت. انا هنا عايزه اعمل ايه؟ انا هنا دلوقتي ممكن طبعا اعدل في اي حاجه من دي، بس انا فتحت السيتنجز عشان اعدل، او عشان اللي هو السي دي اوتو ديتكت. طب وانا عايزه اعمل فيها ايه؟ اضغط عليها. انا دلوقتي خلاص عندي ماشين، طب الماشين دي انا هعمل فيها ايه؟ انا عايزه اعمل انستاليشن لاوبريتنج سيستم. طب الاوبريتنج سيستم ده هجيبه منين؟ هجيبه من الايزو فايل. الايزو فايل ده ببقى انا جبته من السايت بتاع ريد هات. طب الايزو فايل ده فين؟ هو موجود اوريدي على الجهاز بتاعي. طب انا هجيبه منين الايزو فايل؟ فهروح احط لي الايزو فايل اللي انا اصلا عملت له داونلود وحطيته على الجهاز بتاعي. يبقى تاني كده، اول حاجه هنروح نعمل داونلود للفي ام وير، وقلنا ان الفيرجن بتاعه لازم يبقى 15 او 16. تمام. طيب الحاجه التانية انه انا دلوقتي وانا بعمل السيتنجز بتاعه الفي ام اللي انا عملت لها كرييت، انا دلوقتي عايزه اعمل انستاليشن للاوبريتنج سيستم عليها. فزي ما بنبقى عندك الاسطوانه او الفلاشه اللي عليها الايزو فايل اللي انت المفروض بتحطها على الجهاز بتاعك، نفس الوضع هنا بالظبط. فبضغط على يوز ايزو ايمج فايل وبروح اجيبه. انا حطاه عندي فين؟ انا حطاه عندي في الداونلودز هنا كده، في على بارتيشن دي الجزء الخاص بالداونلود. فلو بصيت هلاقيه هو موجود هنا كده، الايزو فايل اللي هو ده 8.1 6x 6864 DVD ISO. يعني كأن انا دلوقتي باخده كده من الاسطوانة او من الدي في دي وبحطه عندي. اوكي، انا كده خلاص عايزة بس اعمل باور اون للفي ام اي بتاعتي. فخلاص كده هفتحها. لما هفتحها هيقول لي ايه؟ انت محتاج تعمل انستول للاوبريتنج سيستم اللي هو ريد هات لينكس 8. فهقول له ايوه، وهبدا في عمليه الانستاليشن. اهو فعلا بيقول لي انستول ريد هات انتربرايز لينكس 8. فهقول له تمام، وهبدا فعلا في ده.